تفضل. مرحبا مدموزيل. مرحبتين، اهلا وسهلا. وحياتك، جاي اسجل ابني عندكم بالمدرسه. قديش التسجيل بالمدرسه؟ تكرم عينك، ابنك قد ايه عمره؟ بكره بيطبق 3 سنين. 3 سنين، 3 سنين هون، 3 سنين تسجيله 800,000. 800,000 تسجيله لقبل 3 سنين؟ لا، شو عم سجله؟ وين انا، بالنعزة؟ بس شو، الله يرضى عليك الفاظك بس. لك يا مدموزيل طلعتيني من التيري، شو 800,000؟ بس انه قد ما الله يخليك، شوفي لنا هالقرطاسية ضمنها 800. بتكلفك القرطاسية 600,000. 600,000 قرطاسية؟ شو يا عمي، شو عم بعطيه للولد انا؟ ما بدنا ندفع شيء من غير شهر؟ انه في شغلة أساسية، ما حتبعت ابنك مشي أوتوكار. أوتوكار 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 بالسنة كلها مشي مليون. مليون؟ يهي شو مليون؟ ما بدنا ندفع له 3 سنين. لشو ما عاد اتكيس اللبنه هيدا ولا اتوكار طويل عريض يحطوه، يحطوه مطرح الشامبريير يحطوه. انا بدفع لها الان؟ شو جناتي عم حلو عنا يا عمي؟ شوفينا بعد بدنا ندفع شيء؟ مش خلص يجي ماشي. تمام، بدي بعته ماشي انا، ضل يزحف من بيتنا لهون لينبرق جاي على المدرسه. 3 سنين؟ شغلة مش بس روق اعصابك، بس بلا اوتوكار، بلا اوتوكار. في عندك كوستيوم، الكوستيوم مع ثياب الرياضه كلهم لونهم ليلكي، عرفت كيف؟ كلهم بكلفوك بالسنه كلها مليونين. مليونين ليلكي؟ ولا لقطه انت وياهم؟ لك انتم بلا ضل، انتم بلا مخ، انتم لك شو المليون ليره؟ شو بيلبس؟ لك 3 سنين للقد، شو بده يلبس؟ لك ورقتين بتغطي ابني انا، بدي انت عليه القد يا عم جنين انتم يا عمي. شوفي لي يا عم القصة، طب قديش يا عم بده يطلع لنا؟ القصة كله 4.5 مليون، مع زودي زغطورة بصير 5 مليون عن السنة كلها. بتحب تقسطوا ولا بتدفعوا كاش؟ لا انا بحب، انا بدي ادفعكم قصة قرط موز، كل واحد ياخذ موز ويطلع. لك لبلا ضمير، انتم بلا اخلاق، لك انتم ما عندكم، ما عندكم احساس بالعلم. لك ياكل واحد ولا الثاني، لك تحت التينة مربوطة، اجى الحكيم لك حط ايده بدي اقدر من هيك. قررت ما اخليه يتعلم بقى. معقول يا مسلم ما بدك تعلمه؟ مش حرام طفل؟ لا اذا بتعلم شو طفل؟ يا روحي بكره بجيب له عنستين وروح يسرح فيهم بالبريره. لا مسيو، انت هيك كثير زودتها. ايه زودتها، بس بتعرفي شو؟ لك مدرسة انا علم ما بدي يا اختي. اذا بتريد، اذا بتريد اصطفل، بس كثير بدك تنتبه عليك كيت. هي اسمع كيت ولا يهمك، رح شيل منك كيت ضل ال هي اتصلي خلينا ابعتوا لنا شيء قهوه اعملي معروف. مرحبا مدام. اهلا ابو عزيز. لك شو قصتك؟ لك يا مدام، لك شو هالاضرابات هيدا؟ هلكتونا بالاضرابات يا ابو عزيز. نحن شو ذنبنا؟ بدك تشوف هالاساتذه شو مشكلتهم؟ ما كشفنا الاساتذه. روحوا شوفوا المدارس، شوفوا شو قصه المدارس. لك شو بكونوا لك يا عمي عم تلعبوا فينا؟ شو مفكريننا عم تلعبوا فينا؟ ارجوك ابو عزيز، بس الفاظك حافظ عليها شوي. لا بلا الفاظ بلا حافظ بلا بطيخ، شو يعني؟ ما فيهم لا من... يا عمي ما مهدد. شو بدك يعني لك يا مدام؟ كله اضرابات اضرابات، ليل نهار اضرابات. شو ما عندنا شغله وعمله غير نقعد بالبيت ونحن ونحط هالولاد ونراقبها؟ يا ابو عزيز فيك تبعتهم، نحن فاتحين فاتحين. لك شو فاتحين انتوا؟ انتوا فاتحين ونازلين فينا؟ شو فاتحين ما فاتحين؟ ما فاتحين شيء انتوا يا عمي، بس شغله كل نهار تعملوا لنا اضرابات، لك اضرابات بعد في انتوا بالبلد ما اضربوا. استاذ ابو عزيز انت بمدرسه محترمه هون ارجوك. يا اخي هاي مدرسه ما عشان كمان شو كل مره اضرابات يا عنتي، بتعرف الاعصاب اللي عندنا راحت؟ بالليل من كل قاعدين عم نحضر التلفزيون بيقولوا والله بتطلع لي واحد هيك من هدول تبع المدارس غدا اضراب. ما فوت لجوا، قوموا يا اولاد بكره اضراب، قوموا صاروا بيقعدوا. بعد شوي بتطلطح لي واحد تاني بيطلع غدا يوم عادي. قوموا يا اولاد ناموا، يلا على النوم معطينا. قوموا يا اولاد ناموا يا اولاد. اي النايم اي النايم اي النايم. لك ما بدك، ما عم تخلوني نام مع اللي بجيبها على البيت. لك صدقيني في عندي ابني هذا هالقد قد بيوعى بالليل اخر شيء من بعد ما اي نايم اي نايم. اللي بيا اللي شباب بيا باللي بالعرش. استاذ ابو عزيز مش هيك، اذا بتريدي شو مش هيك؟ لك ما نايم نايم نايم. شو بدك يا عمي؟ بنقضيها قايمين نايمين قايمين بالمدارس. بدنا نشوف يا خبكوا تعلمون لها ولا بدنا يا ابو عزيز. بلا ابو عزيز بلا ابو عزيز. بعدين هدول اللي يتفضلوا سلسله الرتب والرواتب يتفضلوا يقروها العمل. لك معطر الاستاذ معطرين هودي. لك شو بياكلوا من لحم الحي يعني؟ لك بدنا نقضيها قايمين نايمين قايمين نايمين قايمين نايمين. ولك الكروة احسن ما تكرر لي شي كر عليهم دخيلي. بتعرفي شو؟ والله انا بدي اسكر لك هالمدرسه وارتاح بقى. سكر المدرسه واولادك يا ابو عزيز. اولادي مع طليقتي.
هلا انا فري، هلا انا يعني تحت نصيبي، وانت وانا كمان تحت نصيبي. قديش بتقبضوك انت كمديره؟ 800,000. اه لك مني 2800 دولار، شو رايك؟ 2800 دولار وشو الشغل؟ الشغل انه بتقعدي معي انا وياكي سوا، بتضلي تنقيم وننيم، نقيم وننيم. بتجوزيني؟ بتجوزك ب 2800 دولار؟ ما بتلحق تنام لقلك يا امي. امي تعي وزفوا العروس، زفوا على الورد، بتشوفي هيك كاين بالريال ورح عنس. ايه شو مين؟ لا لا شو لك لايك حطيها عينه، لانه فشرته. رح نضل نقيم ونقيم نقيم ونقيم. امي فشرته. طيب فهمنا فهمنا، في مجال انا احكي كلمة؟ يا عم شو بدك تحكي؟ إذا قريبك قاتل مرته عن سابق إصرار وتصميم. يا عم فهمنا قتلها، بس قتلها لأنها وحدة ش. هاي خليك مؤدب. خالي بشرفك رح تخرب لي بيتي. اسكت أنت، فيك واحد خروف. لك لك لك، إذا بعد بتفلت بهالحكي أنا بكبك برا. ولك أصلاً أنا ما كنت جاي لما ه بهيدا بيسلم إجري لعجي معه، خلصيني منه ومن مشاكله ولا فيه وباللي جابه. لك أنت زدت كثير، وبعد كلمة من هالنوع رح اطلب الامن يكبوك برا. خالي بشرفك هيدي جريمة شرف. لا بشرفك انت، بتعرف بالشرف انت، روح فيك. شو؟ ما رح تفهم يا حراس. ولك يا عمي روح انت والحراس، طول بالك يا عمي. شو يعني واحد فات على اوضة نوم ولقى مرته عم مع واحد تاني، شو بيعمل لها؟ بيعمل لها مهلبية؟ بيعمل لها رز بحليب؟ بيحط لها شوية بوزة؟ بيفتح لها شامبان؟ ولا بيحمل لها المنشفة؟ طبعا بده يشيل فند ويكلي بس. يا حراس تعوا طلعوا هالمجنون لبرا. خليني اجي طلعوا لبرا. خلصينا منه والله. خليكي يا عمي، انا شو بدي اعمل فيه لابن اختي؟ عندي مليون شغله. ابن اختك راحت علي يا خالي. اذا ترجع تعرف شو؟ شو رح اعمل بابن اختك؟ كنت رح اعطيك 10 سنين، بس هلا رح تاخذ مؤبد. مؤبد؟ مؤبد؟ لك كمان شو مؤبد؟ طول بالك يا عمي، شو مؤبد؟ قتل أول مرة يمكن يقتل تاني مرة بالحبس، هذا دخيلي. خالي سكر على الباب. سكر نيعك أحسن ما سكر لك نيعك. قلت لا خلينا شو لك غير هالحكم أحسن ما بلش. شو؟ إيه رح غير الحكم لأنه هو بيستاهل إعدام. إعدام؟ برافو، إعدام منيح، إعدام إعدام منيح. ما تبكي ما تبكي يا ابن أختي، والله عم بخدمك أنا، بكره بدك تشكرني، لأنه أنت أول ما تفوت على الحبس دغري بدي نيعك، لأنه عندك انت يعني والله ما راح يضل حدا. ولك فوتبول بده يلعبوا فيك جوا انت، ولك باسكت بده يلعبوا فيك انت، هلا بتطلع تنشني وبتحل عن ظهري. لك قام عني، لك زي عني فيك وما خلقت. بالون 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 دخول ولا شو دخول؟ عمي بشرفك ما تحكي ولا كلمه، ما تزفر وتسبها بشرفك. خلص خلص ولا هو عمي. خلاص يا عمي مش عم زفر، ليش انت بتقدر تحكي ما بتحكي عنك انا؟ بلو بلو دخول. بونجور يا جماعه. اف اف اف، لا هيك وضعك ابدا مش عاجبني، ضروري ضروري انا بخاف من نزيف جواني تقوم تعمل لي سكانر. بيني وبينك انا حاسس بدوخه شوي براسي. ايه على السريع، فاذا قل لي انت اسيوري ولا ضمان؟ لا الله. اه حسابك؟ فاذا بدك تدفع قبل العمليه وكاش. لانه بدي نشأك شوية اكسجين وهيدا رح يكلفك مليون. بتنشئي انت؟ شو عم بتنشئي؟ شو بتنشئي كوكايين انت؟ عمي خلص خلص. هو عنا بدي استعمل شاش وتقريبا بشي 800,000 ليرة. 800,000 ليرة ما بدك شاش؟ شو هو؟ شاشة سينما ما بدك تحطيه؟ ما كأنه قد بتلفيه بالورقة، هذا شو هالحديث هذا؟ عمي بلا عمك بلا. بس بقى مستشفى، احترم حالك انت بمستشفى. تفضلي. ييييي مستشفى، في عندي تطهير، التطهير رح يكون تقريبا ب 650,000 ليرة. 650,000 ليرة للطهرين؟ لك هو الطهر 10,000 ما بتحققوا انا. بس عمي لا عمرك بسطة. ما بصدق شو هالزلمة هيدا، ضروري رح نستعمل ميزان حرارة، هيدا ب 100,000 ليرة. 100,000 شو في سنة خي؟ شو بدك تزيني حرارة الأرض أنت؟ عمي لك عمك فهمنا خلصنا. أنا رح أعمل لك تخطيط لقلبك، وهيدا رح نضطر نحللك شعر صدرك، فهيدا ب 150,000 ليرة. 150,000 ليرة لتحلي له صدره؟ ليش مين بده يحلي له صدره؟ منتنع يا عمي. لك عمك إيه عمك دباب خلصنا. مش الحال هيك بيكون؟ لا آخر شغلة رح أعمل لك إياها،
هي فحص بول وافتح لك فايل بتدفع مليون. مليون لك تفتحي له فايل؟ فايل شو بدك تفتحي له؟ ويكليكس؟ يا عمي يا عمك ما عمد ما بفهمنا ناكي دكتور. هالنرس يلي سحبتك من وك زعلت ضربتك على طيزك وسمعتني هالصوت يا بنت الستين. عمي بلا عمي بالبطل هالأولاد شو كنت تفعل على ما ماشيش شهادة وفاة ب 10,000 ليرة. شهادة وفاة 10,000 ليرة؟ حاضرين لي شهادة وفاة الله يخليكي. اثنين. انت يا سنقرة لك يا معلم عتمت الدنيا بعدك بالحمام؟ شو عبد الله على السلامة؟ الله يسلمك. شو يا حبيبي شو عم تبحشي بالحمام لك من الصبح؟ خلص مش الحال؟ مش الحال صابت العمام؟ ماشي حال بدك تشتغل لي بالعمام؟ فيك تستعمله خلص الحمد لله على السلامة يا خيي يعطيك العافية قديش بتريد؟ بدي سلامتك أبو عزيز ليك ما تبلش تطرق لي حكى له بدي سلامتك خلي علاقة تعمل لي خواجة الله يخليك بعده لسانة بتم ما تخليني زفر قل لي شو بتريد خلصنا خيي أنا حأخذ أجار إيدي بس 3 دولار وأنت ادفع حق البضاعة والله بعد في أوادم بالبلد 3 دولار بس عم تكرم عينك وحبة مسك كمان وقديش حق البضاعة يعني؟ لحظة شوف لك الورقة حق البضاعة 697 دولار و3 دولار 700 دولار بدي منك شو؟ 700 لا 700 دولار حبيبي شو عمل لي بالحمام انت؟ طول بالك غيرنا لك مواسير اصليات 180 دولار 180 من ايه عشان بعيد عن 180 دولار لشو انت شو قطعت لي مواسير شو انت عم تمدل لي البترول من البحر اللي عندي على الحمام؟ يا خيي غيرنا لك كوع الريحة على حاله ب 70 دولار والله لخوعك وحطك على انت لك شو انت ما معقول بضاعة اقول لك شو مجنون انت شو كوع الريحة ب 70 دولار بكره بس بدك تغير لي كوع اكلخ قديش بكلف قصدك الرجال يعني؟ هذا حمار شو بكلفنا؟ الرجال ب 93 دولار ونص ونص شو تضايقت شو تضايقت معطيك عزوز شو عم تشتغل لي انت؟ لك منك انت ولك اللي بعتك لعندي لنا ياك على بكره وتعشيني عشيه طول بالك يا ابو عزيز في عندك تغيير جلد الدوش الحمام كمان وتفتيح الحنفيات من الكلس كمان كلفوا 55 دولار 55 دولار لشو انت جلدت شو حطيت لي بالحمام؟ جلدت لك اتخن فتحناها ايام الزيتونه كنا ندفع عليها 5 ليرات جيت علينا انت يا ابو عزيز ما كله مفوتر هون بدي فوتر عليك من فوق لتعال كيف ما فهمت؟ ما فهمت كيف بدي فهمتها؟ ما كل كلمه بدي اقولها انا بدكم تحطوا لي زمور انتم انا مضطر سب مضبوط مشان يفهموا علي وباخذ حبيبي لا كفي والا بهفك بوكس بكفي عبد الله طول بالك بعدين ركبت لك ميلونجير تقليد دردروهي هذا كثير منيح هو تقليد بس كثير منيح حقه 299 دولار يا اخوي يا حبيبي اذا تقليد بدي ادفع حقه 299 دولار لشط لك انا من سنه انقبرت رحت اشتريته ب 300 دولار والماني اصلي هو ببلش من 300 وطلوع اذا بدك يعني من... هلا انت موفر علي يعني دولار؟ لا بدي ارد لك اياه لا هذا الواحد بدي لك اياه بتبلش مش واحد لا انا رح صمت انزعلت انا رح صمت لك اني واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه و اياهم شو رايك؟ ليك 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 بدي تأمن اختي اللي بعتك لعندي ولك فيك وبأتخن واحد تنقلب هالبلد ليش هالهودي؟ لك يا خي الحكيمي بيتعلم 20 سنة ما بيطلع قد ما بيطلعوا هول الحرامية السنغارية بنهار واحد ولك يا شو بكي؟ روي ابو عزيز روح يا عمي شو بك قلت لي بدك تحكيني لوين جايبني انا جايبك لهون على الطبيعه لانه هون بعرف احكي انا هون بروق وبحكي طيب بس يا ابو عزيز انا ايدا جوجه وشجر وغبي ما بحبه بيغبب لي على قلبي هي 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 انت وعدتني صح صح قلت لي تحكي معي ولا مسبي رح سب اذا بتريد خلص بعد شغلي خلص ما بقى رح سب انا منين بيطلعوا لي هيك بيطلعوا مني لحالي بفلت لساني لحالي ابو عزيز مش هيك خلص مش اذا بتريد مش هيك اذا بتريد تنفس تنفسي هيك نفس عميق وروق بدك تروق وتحكي عروة رقت رقت ايه اوكي هلا انت رقت ورح تحكي عروة طبعا اللي شو بدك مني لك يا هند انا من وقت ما تعرفت عليكي وانا مغروم فيكي لبطي يعني بما انك مش عمياء اكيد اشتلقتي بما انه عندك نتفة احساس اكيد حسيتي وبما انه عندك نتفة ضمير اكيد حللتي ما بدي اياك تقولي لي بفكر وروح هيك بعدين بجاوبك لا انا بدي هلا جواب وبعرف انه جوابك رح يكون موافقه بتعرفي ليش لانه انا اصلا غلطت وعطيتك فتره حتى تفكري
لانه انا بسواكي روح انا بدي انطرك تجاوبيني. لا مش عاجبك ولك انا ابي سواكي وبيسوى كل عائلتك ومصرياتك ومصريات عائلتك كلها ومليون واحد مثلك ومثل عائلتك. ولك لا انا مش الحق عليك، حق علي انا، حق اللي واقف له ساعه ليخبرك انه معجب فيك وبحبك. ولك روح ولك اللي عرفني عليك ولك بدك شوير بهال هيدي اللي اجت قالت روح اتعرف عليها. لك انا بديك بكره ويعشيني عشيه. لك اذا بتحكيني قول اذا بتردي لي خبر. شو يا هند موافقه؟ ولك الجحش بيضل جحش وما بيتعلم يا حمار. نسينا فالت. ايه منيح ما صحبتها. لا بقولو ما بقى في بنت ادمية ومهذبة بهالايام. شو عم كيف كان الاكل؟ يا اخي الاكل ماشي الحال، ما كله حشو مصران واخرته خ. عم روق في ناس روح هلا جيت ربيني انت، اعطينا الفاتوره جبتها. تفضل. شو هيدا الخيال؟ قد ياكل قلق طلع عليه مصاري؟ يا عم روق بشرفك في عالم حسن الفاظ. لك اخي شكلت انا كلها شقفه العمل قد لو اكلت العجل كله سوا مع وما بيطلع القد عليه مصاري. عم في عندك المقبلات بالاول. يا قلت لك 30 قلت المقبلات، مقبلات شو هودي؟ يا عم شو خصني انا؟ شو انا صاحب مطعم؟ عم تخزي لا عفوا يعني 30 صاحب المطعم، شو كان المقبلات انا؟ عم في عندك سلاسل وسوداني وعندك بيض غنم. بيض شو كان يا اخي؟ شو بيض بيض المسؤولين انا اكلته؟ انا خايين يعني حبيبي شو هذا 50 الف ليره على شو عمرو؟ عندك الوجبه الاساسيه. لا لا اسحب لك وجبتك وبسحها وفرشيها ب عم بعد كلمه وحده حعصب وحتشوف شيء ما بيعجبك. انت رح تشوف شيء بيعجبك، حفرجيك فلقه اذا عجبتك على ما عجبتك حفرجيك. انت شايف بيض الوز كل بيضه؟ عم في عالم بشرفك. شو عشاي 20 الف ليره على شو 20 الف ليره؟ عصير. عصير شو شربتوا له؟ عصير عصير شربتوا له اليوم. وهي شو 7000 ليرة؟ ايه التبقى. تبقى شو التبقى؟ هلا بكون طلعوا سلسلة ترتب ورواتب من ورايا انا يا عم بشرفك حسن الفاظك العالم عم تفل. ولا يفلوا. عم دخيلك روق. ليك وين الحمام عندكم هون؟ هونيك. روح عيطوا لصاحب المطعم والحقوني على الحمام. على الحمام لشو؟ لانه هونيك بدي طعميكم شيء ما بتاكلوه غير هونيك. وهونيك بعطيك تبس بفقعك كمان. تفضل. يلا. معلم وينك يا معلم؟ دو منو هذا يا معلم؟ اهلا اهلا بعمي ابو عزيز. اهلا فيك. زبطت السياره؟ ولو يا عم. شو عم تصلحها؟ وين ما كان عم تصلحها بالشركه. طارق حكي ليك حبيبي، انا من الصبح قررت ما سب، قررت احفظ لساني بتمي. الله خليك جاوب على قد السؤال. قديش كلفت هذه؟ هيدي عمي الفاتوره معي، نحن البرغي بنسجله على الفاتوره. ولك سد لبوزك ما عم لك بلاش الكرفه. قديش كلفت خلصنا؟ ماشي 750 دولار. 750؟ لا 750 عشان 750 يا حبيبي. ابو عزيز احترم حالك، احترم سنك. بدي بسنك فرشيلك ستيلك كله نال وجبه كلها 750 عشان يا حبيبي طلع فيها بتاخذها ب 500 بارضها. عم ابو عزيز عندك 50 دولار اول شيء فحص اولي. فحص اولي 50 دولار؟ شو اغلى من فحص الدم فحص الاولي؟ 50 دولار عشان يا حبيبي؟ شو عم تفحص لي انت عم بشرفك احترم حالك، احنا بالشركة هون. يلا حبيبي البقوي عشان بدنا ندفعهم. في عندك 100 دولار تغيير زيت. تغيير زيت 100 دولار؟ امبارح سهران مع اربع فضوا لي زيت هيك ما دفعت 40 دولار. عم ايش عم تحكي؟ يلا يا حبيبي خلصنا. في عندك 200 دولار صيانة كهرباء للسيارة. 200 دولار صيانة كهرباء؟ شو عم تعمل انت صيانة كهرباء الزوق انت؟ في عندك البيضات وقضيب الميزانية كلفوا 300 دولار. 300 دولار شو لك؟ 300 دولار ايش عم تغير لي انت؟ ارتكب لي جديد انت؟ شو 300 شو 300؟ لا حبيبي شمال ببيعك اياه ب 100 وبعطيك اليمين ببلاش. عم ابو عزيز بطلب لك الامن. ها كمي. في عندك 100 دولار غسيل موتور. غسيل موتور ب 100 دولار؟ شو بدك انت تغسل لي اياه بشو؟ بدموع العذاره لادفع 100 دولار؟ لا عم ابو عزيز نحن هذا بنغسل الموتور من فوق لتحت. ايه انا رح غسلك من فوق لتحت ببلاش. بلاش ما في بلاش. انا بقول لك في بلاش. انا بقول لك وين بفتح صحتي بدي تبرشك من فوق لتحت ببلاش. لا خلاص يا شباب روح لك يا مات روح لك يا روح لك يا حبيبي فسر لي بس. طب انا لشو عم بدفع بوليس التامين؟ شو عم
كل سنه بدك مصاري لاجي فاتوره. يا عمي بوليس التامين هيدي اذا انت بس لا سمح الله فت بحيط خبصت لك شيء زلمه ساعتها الشركه بتصلح لك ببلاش. شو عم تحكي؟ ايه؟ ببلاش ببلاش؟ ايه؟ الحل شو الحل؟ الفاتوره. كيف الحل؟ ايه هو عفوا لا لا عفوا ايه؟ ايه بالنص على الاطباق بالنص. ايه عم ابو عزيز شو عم تعمل؟ ابو عزيز بدي لحسك شواربة طلع طريق قال له الظهر وتعشينا عشيه. ابو عزيز بدك تدفع يا حبيبي. انت سامع بالبلاطة؟ ايه بدي بالبلاطة. شو عم يحكي ابو عزيز؟ ابو عزيز رحت رحت بدك ترجع هلا اعطيني الفاتوره. خير ابو عزيز شو حاسس؟ لك يا دكتوره انا حاسس انه هالدرس عامل خراب. لا 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 يا ابو عزيز مش هيك بدك تطول بالك شوي ولو يا عم. لك شو عم عم ادبها بعمق شو طول بال مع بيجي هذا عم يوجع لي راسي كل الليل مش نايم انا ورا الاخ. شو بدي اقعد اتغزل فيكي لك انا ابو سحبيت جريكي؟ يا عمي خلص خلص ما قصدي هيك خلص خليني اشوف شو في اعمله لهالدرس. افتح تمك. طحنا سكر تمك. لك اعتمد عليك شو سكر تمك؟ اتبلك انا العم ما بكفي عند اللي من الصبح قال يا عمي يا عمي شو حكي؟ مالا عمي لك ادخل عكي من يا عمي روح والله ما حكينا شيء ما قصدي هيك انا قصدي انه افتح له شوف كيف يتخلص من هالدرس وزبطه. ايه ليك انا برايي تزبطي احسن ما زبطك وحطك على لا 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 يا عم والله عيب مش هيك خلص بليز افتح تمك وما تحكي ولا كلمه الله يرضى عليك افتح. الله لا يوفقك اللي علمك الحكمه ولا منين اخذت انت الشادي لا تعملي عم تضربي لي ابره منين عم تضربيها وليش عملت عديت لي ما بصدق انت خويفي وجابين اصلا ما دهرتك شو بدهرتني باللي بصري شو انت بتعمل شو بقرا قدامك عم تحلبيها طبعا كلها ضربت ابره بالنيره خلص خلص بشرفك روق عن جد روق خلص هنا انا رح استعمل اسلوب تاني ما تعتلهم رح جرب اضرب لك الابره من تحت اه من تحت لا تعال مش عارف انا جاي زبط الدرس انا جاي عندك هون يا من تحت قال يا ابو عزيز والله ما قصدك خلص بلا الابر انا اصلا ما بعطي على الابر خلص بلا الابر لا اتخن ابره تعرف شو قلت الابر من الابر من كما من كل واحد يحمل الابره لا اذا بعد بعمل الدرس تقلب اخت اللي اخترعوا ابو عزيز والله مش هيك والله انت لازم تروق ما معقول هيك روق روق طول لي بالك بلا الابر بس بدي اسالك شو تفضل بدي اسالك سؤال انت بتتحمل انه يقبع لك هيدا الدرس بلا بنج يعني درسك خلص مهري ومسوس ومنزوع انا ما بدي اياك تقبعي له هذا الدرس المهري ومسوس والمنزوع ايه شو بدك اعمل لك انا بدي تقبعي لي كل دراسي المزبوطين وتتركي لها لوحده هالدرس لا شو بده يعمل نعم ايه طب جميل هذا الشفاط راح احطيه هون خليني انا اشيله بايدي نعم. اللي علمك العقب وليه هذا